في نقطة دكتور هنا بقى اللي هي يعني في الآية الكريمة ويسفك الدماء، والحقيقة كلمة الدماء تخلينا نفكر شوية في طبيعة يعني هذا المخلوق. يعني هل مثلا البشر هم يعني عشان عندهم يعني لحم ودم وما إلى ذلك، كانوا المقصودين مثلا طائفة معينة من البشر مختلفين عن الإنسان الحالي أو عن بني آدم، ولا مثلا الجن نفسهم عندهم دماء؟ يعني لماذا ذكرت الدماء في هذه الآية دكتور؟ إراقة الدماء أعظم صور الفساد في الأرض، ليس هناك شر ولا فساد أعظم من القتل، وأعظم من أن يصادر الإنسان حق غيره من البشر في الحياة. أقدس الحقوق والحق في الحياة، وأعظم الحرمات حرمة الدماء. فعندما يعبر عن الفساد فإن على رأس هرم الفساد إراقة الدماء، فضرب ذلك مثالا لما سيكون من البشر من فساد، فكأن المعنى تجعل فيها من يفسد فيها، ودليل فساده وأعظم مظاهر فساده أنه يسفك الدماء. يعني أعظم جريمة ترتكب على الأرض هي جريمة إراقة الدم، وكانت أول جريمة ارتكبت حين قتل قابيل أخاه هابيل. فأول جريمة ارتكبت على الأرض كانت جريمة القتل وإراقة الدماء. وهذا أيضا دليل على أن الملائكة قد بيّن لها ربها عز وجل ما سيكون من هؤلاء البشر بالضبط، يعني سيكون منهم فساد، من مظاهر هذا الفساد أنهم يكفرون بالله وأنهم يظلموا بعضهم بعضا ويقتلوا بعضهم بعضا. وأعظم جريمة يعصى بها الله في الأرض بعد الشرك به إراقة الدماء. فالملائكة لما أعلمت بذلك تساءلت عنه، يعني ما الحكمة يا رب في أن تجعل فيها مخلوقا جديدا أكثر جنسه ونوعه يكونون فاسدين مفسدين يريقون الدماء ويكثرون الفساد في الأرض؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون، بمثال عن جوه الحكم خلق الإنسان رغم ما يكون من بعض جنسه من الفساد والفساد.